الحقيقة الرسالة القبل الأخيرة أوجهها لزمايلنا اللي النهاردة عاملين مواقع كثيرة جدا على الفيس وبيتكلموا في حركة تمرد الأطباء في إن هم جمعوا 10,000 توقيع لحل مجلس النقابة العامة للأطباء والمجالس النقابات الفرعية، ويدعو إلى جمعية عمومية غير عادية يوم 1 أكتوبر. الحقيقة دعوة مريبة جدا. إحنا يوم الجمعة 11 أكتوبر عندنا انتخابات مجلس نقابة، 12 عضو، نص مجلس النقابة خارج، ممكن بعضهم ترشح بعضهم ما ترشحش. لكن عايز أقول تمرد الأطباء بدل ما هي بتجمع 10,000 توقيع لحد دلوقتي في خلال أسبوعين 3 شهر، كويس قوي عندهم شهر كمان يجمعوا كمان 20-30 ألف توقيع، تيجوا تخلصوا النقابة وتخلصوا مجلس النقابة، ال 12 دول يخشوا من تمرد ويبقى مجلس النقابة أغلبيته معاكم وتعملوا أنتوا عايزينه في النقابة وتمشوا زي ما أنتوا عايزين. لكن عشان أدعو الآن لحل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية المنتخبة، إحنا يا جماعة إحنا الوحيدين النهاردة بعد فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي وبعد مجلس الشورى اللي موجود، إحنا الوحيدين بعد كده اللي ما تحلناش لسه، وإحنا المجالس الوحيدة المنتخبة انتخابا ديمقراطيا من جموع المهنيين، سواء نقابة أطباء، مهندسين، صيادلة، أسنان، غيرها، معلمين، كل النقابات، إحنا الوحيدين بعد فخامة الرئيس وبعد مجلس الشورى. فمش عارف حركة تمرد الأطباء محتاجة إن إحنا هم مجموعة شباب وبعضهم زملاء أفاضل، لكن نهمس في أذنهم يعني حتى لا توضع نقابة الأطباء تحت الحراسة، واسألوا نقابة المهندسين وعلى الحراسة اللي تمت فيها من نقابة المحامين والخسارة الملايين الجنيهات اللي خسروها في أثناء فترة الحراسة. الحقيقة الكلمة الأخيرة اللي بوجهها لعقلاء المسؤولين في البلد اللي بيتكلموا عن المصالحة وبيتكلموا على دعوة النقابات المهنية للمصالحة، فوجئنا الحقيقة، بوجه لهم رسالة إن إحنا فوجئنا بممثل واحد فقط بيمثل طيار معين هو اللي حاضر في هذه الجلسات، باقي المهنيين كلهم النقابات المهنية غير ممثلة، وبنتحدث النهاردة عن مصالحة وفي نفس الوقت إجراءات تعسفية ضد زملائنا الأطباء لا نعرف كيف تؤتي ثمار مصالحة. لأول مرة في التاريخ يا جماعة نتقدم بطلب لزيارة طبيب وإحنا يعني اعتقلنا وزورنا معتقلين، الحمد لله النقابة زي الدكتور محمد عثمان تقدم يعني وقال نقابة الأطباء بتقوم بدور مهني ودور إغاثي، وده قدرنا إن إحنا نتحمل هذا العبء. لم نتقدم في تاريخنا في تاريخ النقابة بزيارة لمعتقل واحد سياسي ورفض الطلب. عندما تقدم بطلب الآن إلى زيارة الدكتور حلمي الجزار أمين عام نقابة الجيزة سابقا ويرفض الطلب، عندما تمنع الأغذية من وصولها إلى المعتقلين، عندما يمنع الأطباء من حضور محاميهم ومن حضور أعضاء مجلس النقابة معهم في التحقيقات، كل هذا الحقيقة لا يبشر بأي مصالحة ولا يبشر بأي خير على مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام المباركة أن يفرج الله سبحانه وتعالى كرب مصر وكرب المكروبين، والسلام عليكم ورحمة الله.